اليوم بمستشفى صلاح الدين العام. اليوم المواطن العراقي يسأل نفسه، يسأل أهله، يسأل أقرباءه، يسأل المسؤول، هل مستشفياتنا بالعراق هي قادرة على احتواء هذا الوباء؟ هل إحنا قادرين؟ هل إمكاناتنا الصحية تكنولوجيا أقصد بالأجهزة وبالعدة والعدد والأسرة وغيرها والمستشفيات طبعا أيضا أنا أقصد، هل إحنا جاهزين وقادرين على تحمل مثل هيك فيروس في حال وصوله أنه بطريقة يعني كبيرة وانهار النظام الصحي لو ما ينهار النظام الصحي عندنا؟ هذا السؤال يدور ببال المواطن العراقي. شنو رايك بنا بالموضوع؟ وهاي الاسئله وايد صراحه، وهاي ناس حابه تعرف، حابه تتعرف على انه شلون ممكن انه احنا نعرف شنو دي يدور بالمستشفيات، شنو هي المراكز الصحيه، شنو الاجراءات اللي بيها الدكاتره، انواع ارائهم بهذا الموضوع. وهاي ناس صراحه عندها علامات استفهام على هذا الموضوع، حابه تتعرف، حابه تعرف شنو دا يدور بالمستشفيات وخاصة بصلاح الدين. راح نشوف احنا وياكم مشاهدين هذه الجولة، الكادر الطبي راح يعرفنا على الإجراءات، راح يعرفنا شلون المستشفى تدور بخلال هذه الأزمة أكيد، ومن بعد هذه الجولة راح نرجع أكيد واحنا وياكم نناقش هذا الموضوع. تابع ونرجع لكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة اليوم في مستشفى صلاح الدين حتى نطلع عن الواقع الصحي وأيضا تسهيلات والإجراءات بحق الحالات اللي تجي إلى مستشفى صلاح الدين. طبعا راح نتعرف عليها من خلال لقائنا مع الكوادر العاملة وأيضا بعض المواطنين، خليكم ويانا. لا لا، احنا عندنا ردة عزل خاصة في المستشفى مصممة بأحدث الأجهزة ومدعومة من منظمة WHO، منظمة الصحة العالمية واليو ان دي بي هم قامت تأهيلها، فتقريبا هي انا ما ابالغ افضل ردة عزل في صلاح الدين كبناية وكمواصفات علمية وكأجهزة متطورة، يعني مجهزة عن طريق منظمة الصحة العالمية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والفندقة وحتى بها باكج نسمي احنا تبريد يعني تبريد مركزي يسحب هواء ملوث ويرجع هواء معقم ومرطب. من خلال قناتكم الموقرة طبعا نشكركم على هذا الحضور، وهذه يعني شغلة مهمة بدأت تعيق عملنا الفني نتيجة انه اغلب السيطرات ما متعاونة بادخال الكوادر الصحية من اطباء وممرضين وكوادر اخرى ساندة. فمن خلال يعني قناتكم الموقرة نناشد الجهات الأمنية أن تطبق توجيهات خلية الأزمة المتمثلة بالسيد المحافظ والسيد المدير العام والأجهزة الأمنية الأخرى اللي من ضمن قيادة العمليات، قيادة الشرطة، قيادة الاستخبارات، وجهت بصريح العبارة أنه الكوادر الصحية من أطباء وعاملين في الصحة يعني ما تخضع للحظر بسبب دورها الحالي وإحنا بأزمة كورونا. دور أساسي، دورها الخدمي والفني، لأن إحنا سبب أزمة كورونا لازم هم الخط الأول هم الصحة وانذار 100%. يعني إشكالات؟ نعم صار يوما صادفنا إشكالات، أغلب السيطرات ما تدخل أغلب الكوادر الصحية، ولهذا هي بالجهات ذات العلاقة من المحافظ وقائد العمليات وقيادة الاستخبارات وقيادة الشرطة بأن توجه السيطرات توجيه صريح بتسهيل مهمة مرور الكوادر الصحية كافة وعدم عرقلتهم، لأن إذا عرقلهم هذا راح ينعكس على إدائنا لخدمة المواطن. كما تعرف حضرتك خلية الأزمة اللي يترأسها السيد المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل وعضوية نائبي المحافظ وأعضاء ورؤساء الوحدات الدوائر الأمنية العفو وقائد العمليات صلاح الدين وقائد عمليات سامراء. السيد المحافظ قسم صلاح الدين إلى قسمين، القسم الجنوبي يترأس الشيخ عمار البلداوي نائب المحافظ، والقسم الشمالي يعني مركز تكريت صعودا إلى الشمال يترأسها الشيخ إسماعيل هلو، وترتبط معهم الدوائر الموجودة في تلك القاطعين وتكون تنسيق مباشر مع السيد المحافظ. احنا كخلية إعلام كإعلاميين نعمل مع جميع الكوادر الموجودة ومع يعني الزيارات الموجودة، واليوم
حضراتكم معانا في جولة في مستشفى تكريت العام. هذه المستشفى اللي نقول عليها رديف هي يعني المستشفى الرئيسي اللي سوف تكتمل بعد 4 أشهر. الآن العمل فيها أيضا الجانب الخدمي هنا من الواجب أن تتابع خلية الأزمة هذا الموضوع، لأنه تعرف حضرتك الآن إحنا في فترة يعني حظر التجوال، سمعنا بعض الأمور اللي تخص يعني تنقل الأطباء والمرضى والممرضين، ومن هنا نوجه رسالة للإخوان المسؤولين في الجهاز الأمني أن يسهلون دخول الكوادر الصحية. المواطنين أيضا يعني استمعنا إلى كيفية دخولهم الحالات المرضية يعني اللي نسميها الحالات الطوارئ، احنا الآن في طوارئ صلاح الدين، أيضا يعني اكو تنسيق مع السيطرات الموجودة من أجل دخول تلك الحالات. ما يخص الفيروس لدينا 3 حالات يعني إصابة مشتبه بها، 2 في سامراء و1 في تكريت الآن في مستشفى العزل. ننتظر حقيقة نتائجها إن شاء الله بكرة سوف تظهر أو اليوم يعني ليلا. هذه اشتباهية ليست حالات مؤكدة. صلاح الدين كما شاهدت هي تعمل بكامل طاقتها من كل الكوادر الموجودة الصحية والأمنية والخدمية، تعمل من أجل إبعاد هذا الخطر، إبعاد الفيروس، إبعاد يعني حقيقة الإصابة بفيروس كورولا. وهذا الموضوع متخذ في جميع المحافظات. صلاح الدين لحد هذه اللحظة الحمد لله هي آمنة وهي لا توجد إصابة بها، لكن كل هذا يعتمد على تعاون المواطن مع الجهاز الأمني والصحي الموجود، بأنه يكون يلازم المواطن داره ولا يخرج إلا في الحالات القصوى اللي تستوجب الخروج. إدارة الخلية حقيقة وجهت بأن يكون يعني عمل المخابز ومحلات الخضر والصيدليات من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، ممكن المواطن أن يتبضع خلال هذه الفترة ويعود إلى داره. هذه فترة يعني علينا الجميع أن نتحملها وأن حقيقة نلتزم بالتعليمات الصادرة والصارمة ما يخص الاحتراز من يعني والوقاية من إصابة بهذا المرض. وهذا حقيقة نظام معمول به بكل الدول الموجودة الآن التي تعاني من يعني وجود الإصابات بها، والعراق هو حقيقة أصاب يعني هذا الفيروس من دول الجوار. الآن بحدود 153 إصابة بالعراق، بحدود 40 إصابة هي تماثلت للشفاء، لكن اليوم سجلت بحدود 5 إصابات في بغداد، منها 3 و1 في البصرة و2 في الجنوب. نتأمل أن هذه الفترة نعم. شلون تشوفون تعاون المواطن مع إجراءات فرض حظر التجوال؟ مستجيب المواطن؟ متعاون؟ يعني احنا لاحظنا حقيقة الجهاز الأمني موجود بسيطرات، اكو توجد بعض المشاكل بالسيطرات، يعني قسم المواطنين حقيقة نتمنى ان لا يخرجوا من ديارهم الا الحالات الطارئة. يجب ان تكون استجابة المواطن لهذا الحظر اللي احنا سميناه الحظر الطبي، هو ليست أمني لكن هو احترازي طبي من اجل عدم الإصابة بهذا الوباء. نتأمل من المواطن أن يكون عون للجهاز الأمني وأن يكون حقيقة بهذه الفترة على الأقل داخل داره، وهي خلال يعني أسبوعين أو أكثر إن شاء الله سوف يعني اجتاز هذه المرحلة الصعبة من هذا المرض، وتعود الأمور إن شاء الله إلى طبع إلى وضعها الطبيعي. وأمنياتنا كنا جميعا إحنا كعراقيين أن يكون العراق بأمن وسلام والحمد لله. شكرا جزيلا. مرحبا. والله عندنا الوالد شوي حالته تعبانه كانت، يعني شكل من ضيق بالتنفس الصبح، فاخذناه المستشفى بيجي، بالرغم انه يعني تعرف انت الظروف حظر التجوال والتنقل السيارات ممنوعه، بس لحاله الضروره انه هو بسياره اهليه شويه يعني كانت قلنا لهم يعني حاله طارئه، فشويه تسهلوا يعني الحمد لله، فاخذناهم للمستشفى البيجي. المستشفى البيجي قام بدوره يعني اللي عنده، فقال تاخذون التكريت لان حالته شوي تعبانه كلش. والله صارت بس لو يعني بسعه فاخذوها، فنتمنى انه يعني من الجهات الامنيه
انه في حالات الطارئه انه شويه رايح يعني شعور المواطن تسهل الامور يعني، يعني خاصه الحالات الطارئه. ولا يعني نشكرهم انه حضر التجوال، هذا كله صب يعني في صالح المواطن. والحمد لله ان شاء الله يعني. انتم الاجراءات الوقائيه متخذيها؟ الحمد لله. نعم. الحمد لله. الاجراءات اللي اخذتوها؟ يعني تعقيمات يعني عدم اختلاط. نعم. ما بين العقل. الحمد لله ان شاء الله، نشكركم طبعا. بالنسبه ليوم التنقش شلون تناشد انت؟ والله هي ناشد القوات الامنيه بالخاصه انه توفر لنا إن تسهيل الامر للمواطن، تعرف التحالات تصير على غفله ليل غير وقت يعني غير مناسب، ونطلب من عندهم هم اخوتنا يعني اجراءاتهم طيبه ان شاء الله يسهلون لنا امر، ونطلب من الصحه تسهيل سيارات اسعاف الحالات الطارئه يعني تسهيل امرنا، ونشكر جهودهم يعني هم. اليوم انت حضرت شلون شفت العنايه؟ والله العدويه متوفره، العنايه الطبيه كلش زينه، استقبالهم حلو يعني متعاونين الكادر الطبي كله، الادويه موجوده، اكو يعني قسم ما موجوده من الخارج ناخذها يعني هم نعذرهم لان ماكو طلبيات تصلهم، فاحنا نشكرهم ونشكر قناتكم الموقره يعني استقبالنا وتكشف امورنا وحيل ممنونين منكم. نعم مشاهدينا الكرام، بهذه الجوله القصيره قدرنا انه نطلع على الوضع الشامل لمستشفى صلاح الدين، وايضا لاستقبالها لكثير من الحالات المرضية مع هذه الأزمة اليوم اللي نواجهها أزمة كورونا، نسأل الله أنه نتجاوزها بخير وسلامة. طبعا كثير من المواطنين وأيضا حتى الكوادر العاملة سواء الطبية أو الفنية تناشد القوات الأمنية بضرورة تسهيل الإجراءات التحرك، طبعا بعض الشرائح يعني تحتاج إلى أنه تتنقل مثل الأطباء أو الإعلاميين، لذلك احنا نعيد هذه المناشدة، وإن شاء الله أيضا القوات الأمنية ما راح تقصر في هذا الموضوع، مع دعوتنا بأنه كل المواطنين أن يلتزمون بهذا الـ يعني الحظر، وأيضا يلتزمون دورهم حتى نقدر أنه نحد من انتشار هذا الفيروس. مشاهدينا الكرام، لنا جولات أخرى إن شاء الله في قادم الأيام، وإن شاء الله تكون جولات خالية من تحدث بموضوع كورونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.